كان في مقترح من بعض الوسطاء والوكلاء ان كارتيرون يرجع تاني نادي الزمالك، بما انه فيريرا يعني الامور مش ماشيه معاه بشكل كويس، وفي اتجاه عند الاداره للاستغناء عنه، لكن مفيش ترحيب من جانب اداره الزمالك بالتعاقد مع فيريرا لاسباب كتير. والاسم الابرز يا كابتن عيد على مائده نادي الزمالك واداره نادي الزمالك دلوقتي، واللي عرفنا ان في فعلا بدايه مفاوضات، هو بيتسو موسيماني، انه في اتجاه لدى اداره نادي الزمالك للتعاقد مع بيتسو موسيماني. انت شايفه ممكن ينجح مع نادي الزمالك، يكرر الانجازات اللي كررها مع النادي الاهلي هو طبعا مدرب في كبير، حاله طبعا التعاقد معاه؟ هو مدرب كبير طبعا، بس اعتقد ان يعني بالنسبه للامور الماديه بالنسبه له مع نادي الزمالك هتبقى الامور صعبه، ده بدايه. يعني تاني حاجه، ليه؟ مع لو خد نفس راتب فيريرا وجهازه، اعتقد لو مش غلطان يعني حوالي 170 الف دولار، يعني ما اعتقدش هو ده رقم اعلى من اللي كان بياخده موسيماني وجهازه، هو يعني اخر تجديد كان 160 مع الاهلي اعتقد. هو بالتاكيد هو المبلغ اللي بياخده حاليا في اهلي جده طبعا اعلى، اكيد اعلى. ده اعلى بالنسبه له، وهو على قاب قوسين او ادنى اللي هو بالموسم خلاص يصعد، او يعتبر الموضوع يعني بالنسبه له منتهي، يعني قرب بشكل كبير اللي هو يصعد. هل هو مكمل معاهم؟ هل هو عقده ممتد معاهم ولا لا؟ دي نقطه. تاني حاجه، هو لو جه نادي الزمالك هو برضو يعني هيجي لازم يبقى عنده الصلاحيه في كل حاجه. الصلاحيه هل انت هتجيب له اللي هو هيطلبه ولا لا؟ هل نادي الزمالك هيقدر ماديا يجيب اللعيبه اللي نادي الزمالك محتاجها ولا لا؟ شايف الفرقه الموجوده حاليا صعب، تبقى صعبه على اي مدرب كبير يعرف يشتغل بالكواليتي الفرقه اللي موجوده، او الصفقات كمان الجديده اللي جت على نادي الزمالك صعبه على اي مدرب او مدير فني يقدر يشتغل بالكواليتي دوت، او يقدر يرجع نادي الزمالك كمان للوجود بشكل ايجابي في البطوله الافريقيه. يعني انا السنه دي في بدايه الموسم انا ما كنتش طالب الزمالك ياخد بطوله افريقيا، كنت طالب الزمالك يروح لبعيد في البطوله، يعني مش زي السنين اللي فاتت. انا طلعت السنه اللي فاتت وطلعت اللي قبلها، ما كنتش طالب للزمالك السنه دي ياخد البطوله، حتى لو راح لبعيد وما خدش البطوله اللعيبه اللي موجوده بتاخد خبرات، لكن الصفقات اللي جت ما ادتش حاجه. هل نادي الزمالك هيوفر له كل دوت؟ لكن هو طبعا بالتاكيد عنده خبرات في مصر وعنده خبرات في افريقيا يقدر يفيد نادي الزمالك لو هو موجود. يعني يعني يا كابتن سيد، احنا كنا لسه بنقول في الانترو انه البطولات اللي خدها موسيماني مع الاهلي لحد دلوقتي الاهلي بيستفيد من يعني لعب 4 كاس عالم للانديه ببطولتين خدهم موسيماني. فانت شايف انه اتظلم جماهيريا، او كان المفروض او الافضل لنادي الاهلي ان هو يكمل بما انه كان ماشي بشكل ناجح، ولو جه نادي الزمالك ممكن يكرر نفس النجاحات اللي عملها مع الاهلي؟ انا شايف ان موسيماني من اهم المدربين في تاريخ النادي الاهلي بنتائجه باداء الفرقه، لان خلي بالك موسيماني اللي فرق معاه بشكل كبير مع جمهور النادي الاهلي ان هو جاي من بعيد. جاي من بعيد بمعنى ايه؟ النادي الاهلي كان بعيد عن البطولات الافريقيه قبل وجود موسيماني، النادي الاهلي كان في الطريق ان هو ياخد بطوله افريقيا، بس وجود مدرب عنده خبره كبيره، مدرب ناجح بشكل كبير جدا في التعامل في الاجواء الافريقيه وفي البطوله دي خصوصا من قبل ما يجي النادي الاهلي هو ماشي فيها بشكل كويس مع صن داونز، لعب نادي الزمالك وكسب، وحتى قبل النادي الاهلي فهو متمرس داخل بطوله افريقيا، فوجوده جوه النادي الاهلي ساعد ان انت تجيب البطوله. وهو كمان يعني بامانه من انجح المدربين اللي جت في تاريخ النادي، بدليل اللي انت بتقوله لسه دلوقتي، يعني البطولتين اللي جابهم موسيماني او ساعد فيهم موسيماني النادي الاهلي بيجني ثمارهم لحد دلوقتي. فانا بشوفه مدرب كبير، مش حكايه اتظلم، او هو اكيد كان عنده مشاكل شويه في بعض ان هو قافل على 14 15 لعيب، مفيش حد بيدخل الفرقه، الفرقه مش جاهزه بشكل كبير، ال 20 25 لعيب مش جاهزين بشكل قوي، اما كان بيغيب واحد او اتنين من الفرقه كان بيبقى اداء الفرقه متذبذب شويه. انما في الاول والاخر اجماليا لا، هو من انجح المدربين اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي، من افضل المدربين اللي عمل التغير في شكل الفرقه. هو كان بفرقه النادي الاهلي دي كان بيطلع احسن ما فيها، يعني كان بيداري عيوب فرقتك، كان بيطلع احسن ما فيها، وخصوصا في المباريات الكبيره من انجح المدربين. ممكن يبقى ماشي في الدوري بشكل وحش، تيجي مباراه كبيره تلاقيه عامل اداء قوي جدا، مباراه خارج ملعبك على ملعبك ما كانتش بتفرق معاه. فانا شايف ان هو، بس انا ما اظنش ان هو يعني تعاقده مع نادي الزمالك بشوفها متهيألي ان هي صعبه شويه.